سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا وقفنا في الحكم على قول سيدنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، بيقول: ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب. والزهد إما أن يكون زهد في الدنيا، وزهد الدنيا إما يكون زهد في المال أو زهد في الجاه، وإما يكون زهد في المقامات، لأن الإنسان في طريقه إلى الله يمر في أحوال ومقامات، فإن كان يسير إلى الله راغبا في المقامات يكون ما زال راغبا في غير الله، حتى ولو كان راغبا في حدوث الخصوصية مع الله أو التحقق بمقام مثلا الإخلاص أو بمقام التوبة أو بمقام الصدق أو بمقام الفناء أو السكر أو البقاء أو غير ذلك من المقامات التي يمر بها العارف إلى الله، فإن كان يريد المقام فقد تعلق قلبه بغير الله، فكأنما فر من الأكوان إلى الأكوان كحمار الرحى يصل إلى ما فر منه. ولذا يجب على الإنسان أن يكون طريقه إلى الله غايته الله لا شيء سواه، فيزهد في الدنيا أولا، وأصل تعلقات الدنيا وأمراض الدنيا في القلوب تدور حول ثلاث: حب المال والجاه والنساء، ثم بعد ذلك يزهد في حصول الخصوصية فيطلب الخمول وعدم الشهرة، حتى أنه كان بعضهم يطلب أن يخفي الله حاله عن نفسه حتى لا يرى حال نفسه بنفسه فيركن إلى غير الله، ويزهد حتى فيما وعد الله به من الجنان ومن حور العين ومن غير ذلك، لأنها ما زالت هذه الأشياء أيضا أكوان، فلا يكون له ركون إلا لله عز وجل. وعلامة الزهد في الدنيا أن يستوي التراب والذهب، وضربنا مثال ذلك مع حال النبي صلى الله عليه وسلم أن التراب والذهب كان عنده سواء صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه جبال مكة أن تكون في يده ذهب وفي يد غيره تراب، فاختار أن تكون كما هي تراب، فاستوى عنده الذهب والتراب صلى الله عليه وسلم. والربيع بنت معوذ أتت للنبي صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمرات، فأفرغ التمرات ووضع مكانها ذهبا وأعطاها إياها ذهبا، فكان الذهب والتراب عند النبي سواء صلى الله عليه وسلم، فلذا تحقق بمقام الزهد صلى الله عليه وسلم. ويستوي عنده الغنى والفقر، لأن علاقته بالله لا تتوقف على أن يغنيه أو يفقره، فإذا افتقر افتقر لله ولا يفتقر للخلق، وإذا استغنى استغنى بالله ولا يستغني بالعرض، لأن الغنى عن الشيء لا بالشيء، فإذا استغنى بالشيء افتقر للشيء، وكل شيء سوى الله فان، فيصير غناه فاني غير باقي. ولذا يجب أن يختار أن يكون غناه بالله لا بالعرض، أي بالمال أو بغيره. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقر الخلق إلى الله وأغنى الخلق بالله في آن واحد، وكان يتقلب بين الفقر إلى الله والغنى بالله، فإذا تحقق بمقام الفقر إلى الله ربط على بطنه الحجر، وإذا تحقق بمكان الاستغناء والغنى بالله أطعم الجيش الكثير بحفنة من طعام صلى الله عليه وسلم. وأن يستوي عنده المنع والعطاء والقبض والبسط وغير ذلك، الكل عنده سواء طالما هو مع الله، ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك، هذا هو قلب الزاهد.
أما ادعاء الزهد فكثير، ولكن التحقق بمقام الزهد قليل. وهذا أول مقام في الزهد، الزهد في أمور الدنيا. وأيضا قلنا أن الإنسان يحب الجاه، فيجب عليه أن يزهد في الجاه كما زهد في المال، يزهد في الجاه يعني في المناصب والشهر، فيستوي عنده الخمول والشهر، يستوي عنده أن يبقى معروف أو مش معروف سيان، لأنه يعامل الله ولا يعامل الخلق أصلا، فلا يرى في الخلق إلا أعمال الله وأفعاله سبحانه وتعالى، فهو لا يتعامل إلا مع الله في كل حال. فيستوي عنده الذم والمدح من الناس، عنده الذم والمدح سواء، ويستوي عنده الرفع والسقوط. ثم بعد ذلك يزهد في المقامات التي توصله إلى الله، لأنه لا يصل إلى الله بالمقام، ولكن يصل إلى الله بالله، فيزهد فيستوي عنده الخوف والرجاء، يستوي عنده الخوف والرجاء، فلا يغلبه الخوف فيقنته ولا الرجاء فيؤمنه، فيستوي عنده الاثنان، فهو خائف راج في آن واحد يستويان. ويستوي عنده الكرامات والخصوصيات، موجودة مش موجودة ما تفرقش عنه سواء. فإذا تحقق المريد بالمقامات دي أصبح زاهدا، ساعتها ما قل عمل برز من هذا القلب، تسبيحة واحدة تعدل الجبال من أعمال الجوارح ممن في قلبه ذرة من الحرص وحب الدنيا. ولذا لم يشتهر سيدنا أبي بكر الصديق مثلا بكثرة العبادة، يعني لم يعد أن هو كان من عباد الصحابة اللي كانوا يسهرون الليل طوله يصلون، أو كانوا يكثرون من قراءة القرآن بصورة مشهورة، وإن كان هو أيضا عابد وزاهد، ولكن سبق سيدنا أبو بكر لأمة النبي كان بتحققه في مقام الزهد، فكان إذا صلى ركعتين تعدل مئات الركعات من غيره من قلب حريص أو من قلب معلق بسوى الله. ولذا يقول ما قل عمل برز من قلب زاهد. ولذا يجب عليك ألا تستقل أعمال الناس وتستكثر عمل نفسك مع الله فتظن أنك أفضل من غيره، لأن ربما الذي تستقل عمله يكون قلبه زاهد فيصير عمله القليل أرجح عند الله من عملك أنت الكثير وقلبك ليس بزاهد، لم تطلع أنت على قلبه. ولذا لا تستكثر عملك فتظن أنك أفضل من غيره، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم بعد ذلك إذا تحقق الزهد بهذه الصورة بدأ الإنسان تحسن أعماله ويقبل على الله، فقال حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال. الله سبحانه وتعالى يقول ليبلوكم أيكم أكثر عملا، ليبلوكم أيكم أطول عملا، أمتن عملا، ولا أحسن عملا؟ أحسن عملا. فحسن العمل هو المطلوب، ليس العمل فقط ولكن حسن العمل. فحسن العمل هو الذي ينظر إليه الله سبحانه وتعالى، حسن الأعمال. وحسن الأعمال لها علامات، علامات ظاهرة وعلامات باطنة. علامات ظاهرة أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون عمله في بدعة، بل يكون كل عمله مطابق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلامة الظاهرة لحسن العمل أولا، فلا يعبد الله على بدعة ولكن يعبد الله على سنة النبي، فهذه أول علامة ظاهرة من حسن العمل. ولذا وجب على
السالك إلى الله أن يتعلم أحكام الشريعة حتى يصير عمله صحيحا، فلا يكون جاهلا بأحكام الشريعة، فربما يكون جاهلا ببعض أحكام الشريعة فيصير وضوءه باطل أو صلاته باطلة دون أن يدري أو يشعر، لا يعرف أنواع النجاسات وكيف التخلص من النجاسات، فيصلي وثوبه عليه نجاسة أو على بدنه نجاسة، أو يصلي صلاة ليست فيها ركن من الأركان فتصير الصلاة ناقصة أو باطلة. فيجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله حتى يحسن العمل ظاهرا أولا، فيكون عمله حسن أي متشرعا في الظاهر، وأن يكون في الباطن خالص لله، وليس خالصا لله فقط بل صادقا فيه. والإخلاص هو عدم العمل من أجل الناس، أي عدم مراءة الناس، إذا عمل العمل لا ينظر إلى الناس ولكن ينظر إلى الله راغبا في الله، لا ينتظر مدح الناس ولا ذمه، هذا هو المخلص. والمخلص وحده على خطر عظيم، لأنه قد لا ينظر إلى الناس ولكن يعجب بنفسه فينظر إلى نفسه فيقع في مشكلة أخرى. يكون مخلصا لله أي لا يرجو بعمله سوى الله، ولكن ناظرا نفسه أي أنه عمل بنفسه لله ولم يعمل لله بالله، فيكون مخلصا غير صادق. فالله سبحانه وتعالى قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالصدق هو لب الإخلاص، والصدق هي عدم رؤية النفس بعد التخلي عن رؤية الخلق، فيأمن الرياء ويأمن العجب فيصير عمله لله خالصا. وكيف يكون صادقا؟ يكون صادقا بالتبري من الحول والقوة، فلا يعمل إلا بالله، ويتحقق بمقام إياك نعبد أي العبادة خالصة لك يا الله مخلصين، وإياك نستعين أي متبرئين من حولنا وقوتنا إليه أي مخلصين صادقين. فيتدرج بمقام إياك نعبد أي إياك نعبد أي نعبدك يا الله، فتكون عبادتنا لك، وإياك نستعين وتكون عبادتنا بك. فمن يعبد الله لله ناظرا إلى نفسه فقد عبد الله بنفسه، ومن عبد الله متبرئا من حوله وقوته فقد عبد الله بالله، وفرق كبير بين المقامين. ولذا كان يقول سيدنا التستري، يقول: كل الناس هلك إلا العالمون، وكل العالمون هلك إلا العاملون. يبقى لازم الأول يعلم ويعمل بما علم. وكل العاملون هلك إلا المخلصون، وإلا ممكن يبقى عمل لغير الله. والمخلصون على خطر عظيم، وهو خطر رؤية النفس، فهم؟ والمخلصون كمان على خطر عظيم، ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح لك ذلك في ترديد الأذان. فإذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنك لا تذهب إلى الصلاة وهي عين الطاعة إلا بحول الله وقوته، لا بحولك أنت وقوتك، فتصير مصليا لله بالله لا بنفسك، فتتحقق بإياك نستعين فتكون في مقام المحققين.
فهذه هي علامات حسن الأعمال الظاهرة والباطنة: التبري من الخلق والتخلي من القوة، فتصير عابرا لله بالله. فحسن الأعمال هذه الظاهرة والباطنة يكون ناتج عن حسن الأحوال، والحال هو حال القلب عند العبادة مع الله. وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال، يطرأ على القلب أثناء العبادة على الله أحوال، أحوال يعني يستشعر الإنسان في قلبه بعض النور، نور الطاعة ونور الذكر ونور التجلي. فإذا ظهر النور واختفى تحت سحب الأغيار والأهواء، يظهر ويختفي كشمس الدنيا، تظهر أحيانا وتغيب أحيانا تحت السحاب. كذلك شمس المعارف قد تشرق في القلب لحظات ثم تغيب تحت سحاب الأغيار والانشغال بسوى الله والتعلق بسوى الله، كحال معظم الناس، تشرق وتضيء، تشرق وتضيء، تشرق وتغيب، قد تغيب وقد تغيم على حسب حال كل إنسان. ففي من الناس تشرق شمس المعارف فيهم ثم تغيم ويصرون في الضياء ولكن ليس في النور، وفي غيرهم تشرق وتظلم، وتظلم وتشرق، وفي غيرهم تشرق ثم تظلم فلا تشرق أبدا، كحال المنافقين كما قال الله سبحانه وتعالى: يقول أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ده حال قلب المنافق، ربك بيوصف حال قلب المنافق إنه فيه برق الإيمان ثم تأتي عواصف التكذيب ورعود الجحود فتغطي على هذا كله، فيجعل أصابعه في أذانه فلا يسمع الحق ولا يسمع إلا رعود التكذيب، فيختم على قلبه ويموت منافقا. أما المؤمن قد يأتي البرق، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا الخارجية صورة محسوسة لما يحصل في المعنى في القلب، فالقلب فيه نفس الصورة الخارجية ولكن بالمعنى، والصورة الخارجية بالحس، ليقرب لك المعنى بالحس، لأن الإنسان يحب الأشياء التي يحسها، التجارب المعملية، يرى كل شيء ويحس كل شيء. فخلقك أنت أرض، أنت نفسك مخلوق من الأرض، فأنت كوكب لوحدك كده أرض، هذه الأرض لها شموس أيضا، وهذه الأرض فيها جبال، وهذه الأرض أنواع منها الأجادب ومنها الخصب اللي ينبت الكلأ، ومنها البور اللي يأخذ المية يشربها ولا ينتفع بأحد. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أحوال الناس بهذه الصورة لأنهم أرض أيضا، وقال الناس معادن، خيارون في الجاهلية خيارون في الإسلام إذا فقهوا، والله سبحانه وتعالى جعل القلوب حجارة، يعني نوع من الحجارة، والحجارة أنواع، في منها يشقق فيخرج منه الماء، ماء الهداية، ومنها ما يتفجر منه الأنهار، أنهار المعارف، ومنها ما يهبط من خشية الله، إذا دخل إلى حضرة الله سجد فهبط فلا يرفع رأسه أبدا، ومنها القاسي الصلب جرانيت لا يؤثر معه أي شيء. فلك في الحس ما أنت فيه في المعنى، ولذا تزعم أنك جرم صغير وفيك كل الأكوان، أنت جواك كل المجرات، عندك نجوم وشموس وعندك غيوم وسحب وعندك جبال وعندك طين وعندك معادن وعندك كل الحاجات دي، وعندك أنهار بتجري، العروق مش فيها دم بيجري؟
مية، ففي أنهار وفي ماء معين عندك زي العيون اللي بتاع زي العينك، عينك دي ما هي زي الماء المعين اللي في الأرض، وهكذا تجد عندك اللي موجود في الأرض والأكوان أنت أرض بهذه الصورة. فالله سبحانه وتعالى يجعل قلبك يمر بأحوال كما أن الطقس حولك يمر بأحوال، أحوال تكون مشرقة مضيئة، وأحوال تكون في غيم، وأحوال تكون في ظلمة، وقد تكون الظلمة معها ضياء كوقت الشروق ووقت الغروب، وقد يكون الظلمة حالكة فلا قمر ولا نجم فلا يرى شيء، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، حال نفسه كده إذا أخرج يده لم يكد يراها، فهو في المعنى كهذه الصورة المحسوسة. فتمر أنت بك الأحوال وأنت في الطريق إلى الله، يعني أنت عايز كده لجنة أرصاد كده، أرصاد جوية تبين حالة الجو والطقس في باطنك مع الله، فيقول لك في مثلا سحب ملبدة بالغيوم، هذه السحب هي سحب الأغيار، التعلقات بالدنيا والانتقام والحسد والغل والتعلق بسوى الله وعدم الرضا بما أقامك الله فيه، كل دي سحب وغيوم تحجب شمس المعاد. فإذا قاومت هذه الأمراض انقشعت السحب فأشرقت شمس المعاد وظهرت أقمار التوحيد، فتجد الإنسان يسبح في الضياء، يوم يبقى عايش في ضوء، في ضوء على الطول زي ناس كده في القطبين يقعدوا 6 شهور في نهار وناس تانية 6 شهور في ليل، فال6 شهور اللي في النهار حال أي قلوب العارفين، فهم في النهار والضوء على طول، لا ليل عندهم ولا ظلام، انقشعت غيوب غيوم الأغيار من قلوبهم بالمجاهدة، فصاروا يعيشون في الضوء ليل نهار، فأصبح ليلهم مضيء كنهاره. فهذه هي المقامات، بعدما مروا بحال يشرق ويغرب يشرق ويغرب، هذه اسمها أحوال. فإذا تصفت الأحوال واستقرت الحالة الجو العامة وصار الطقس معتدل والسماء صح والشمس مشرقة، صار في مقام الأنوار. هكذا في النفس في المعنى كما يحدث في الدنيا بالضبط. فحسن الأعمال الظاهرة وكذلك الأعمال الباطنة، حال القلب حال العمل في الظاهر نتائج حسن الأحوال الموجودة فيك بداخلك، وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال التي أنزلك الله فيها، حيث أنك سائر إليه في طريق المعنى، لأنك لا تستطيع أن تعرف الله حسا، فالحس مخلوق والله ليس بمخلوق، فكيف تدركه بالحس؟ فلا تدركه إلا بالمعنى. فالله سبحانه وتعالى جعل قلبك كالمرآة، في ظهر المرآة كلما كان ظهر المرآة مثقلا كلما كانت المرآة عاكسة جيدة، وكلما كان الثقل الذي في ظهر المرآة ضعيف أو على سطح المرآة، وكلما كانت المرآة رائقة كلما انطبعت عليها صور الحقائق، لأن عين القلب اللي هي البصيرة تنظر إلى المعاني وعين القالب تنظر إلى الحس، فعينك التي في وجهك تنظر إلى المحسوس وعين قلبك تنظر إلى المعنى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالقلوب أيضا لها عمى. فكلما جليت هذه المرآة انعكست عليها الحقائق، كما ينعكس مثلا صورة الجبل الكبير داخل المرآة الصغيرة دون اتصال ولا انفصال ولا حلول، هكذا حال القلب إذا عرف الله بالمشاهدة، لا اتصال ولا انفصال ولا حلول ولكن مشاهدة
بغير هذه المعاني كلها كما يحدث، مجرد صورة فقط. فخلق الله المرآة في الواقع ليدلك أن المرآة وهي جرم صغير قد ينعكس فيها الكون الكبير دون اتصال ولا انفصال ولا حلول. كذلك مرآة قلب العارف تنعكس فيها الحقائق والمعارف والمشاهدات في عالم المعنى دون اتصال ولا حلول ولا انفصال ولا اتحاد. فالمرآة آية من الآيات. هذه المرآة ترى المعنى، فإذا استمرت الرؤية قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ليل الجهل وليل الأغيار والانشغال بالحس والكثير عن اللطيف، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة حتى تلقاه، ليل نفسك كما ليلك في الحس في الخارج، هل من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمن على العبد في المعنى بالضياء كما يمن على العبد في الحس بالضياء. فأنت لا تستطيع أن تحصل الضوء أو تدرك الشمس إن لم تطلع. هل يستطيع أحد جيوش الدنيا لو الشمس في يوم زرجنت ما طلعتش، جيوش الدنيا تعرف تطلعها تشدها يجيبوا الونش اللي بيشيل عربيتك وانت راكنها قدام الجامع في الممنوع؟ مفيش ولا ونش. ونش ايه؟ لا يستطيعه إلا الله. كذلك شموس المعارف لا يظهرها ويشرقها في قلبك وينجلي ليل جهلك وانشغالك بنفسك عن الله إلا بالله. فعليك أن تعبد الله بالله لا بنفسك، لأنك لو عبدته بنفسك وكلك لنفسك وأنت لا تستطيع حراسة فلا تستطيع أن تزيل هذه الغيوم. فعليك أن تستعن بالله. ثم بعد ذلك يضرب لك مثل العارف، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، هل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فالعارف إذا أشرقت عليه الأنوار لا تظلم إلا بالله أيضا، إن أراد أن يسلبه ما أقامه فيه، إن وجد أنه بعدما استقرت حاله مع الله ركن إلى الدنيا مرة أخرى. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، فقال في الحديث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالظاهر عنوان الباطن، الظاهر عنوان الباطن، والإناء بما فيه ينضح، حتى الناس تقول كده الإناء ينضح بما فيه. وأفضل الأعمال التي يقطع الإنسان بها الأحوال والمقامات والترقي إلى الله هو دوام الذكر بالله، دوام ذكر الله، لأن دوام ذكر الله ليس فيه للخلق نصيب وليس فيه للنفس نصيب، لأن ذكر الله لا يراه الخلق. وأنت فأنت تذكر الله بقلبك أو بلسانك في السر وقد تذكره في العلانية، فدوام ذكر الله يدل على أنك مديم لذكر الله سرا وعلانية. فدوام ذكر الله هو جلاء القلب من الصدأ الذي علق به
حتى تنجلي فيه شموس المعارف. ولذا الحكمة التي تلي هذا بعدما قال الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، وقال إن القلوب تصدأ وجلاؤها ذكر الله. ما هو القلوب أصلها فيها معدن الحديد والنحاس الزرنيخ، والحديد والنحاس بيصبوا لما يتعرضوا للمية، وقلبك كله مية مش الدم كله مية، فتلتقي المياه مع الحديد اللي موجود في تربة القلب فالتبديل في المعنى مش في الحس. يعني جراح القلب لما يفتح كده ويطلع القلب ما بيشوفش الصدى المعنوي ده، لكن قد يراه حسا في صورة تصلب الشرايين، لأن التصلب الشرايين سببه الأساسي إيه؟ هي وقع الأحداث على الإنسان الغير مرضية تؤثر وتترك بصمتها في أنهار بدنه، تترك بصمتها، لكن طول ما هو راضي وما فيش حاجة بتصدمه وراضي مع الله على كل حال لا يرتفع ضغطه ولا يجيله تصلب في الشرايين ولا يبان عليه أثر، يأخذ حظه من كل شيء ولا شيء يأخذ حظه منه، لأنه صار عبدا لله خالص. فحتى عدم الرضا بيرى محسوس، تيجي تفتح الشريان تلاقي مليان صدى، احنا بنشوفها السنة جراحة وعيد موية، يعني لو تتفرج كده الشريان اللي بيتفتح اللي هو مليان صدى تصلب الشرايين ده كأنك بتفتح ماسورة فضية فيها زبالة، فعلا تحس انها زبالة زبالة، وتجيب الشفاط وتشفط وتنضف، زبالة عدم الرضا بالأقدار على مر السنين أثرت في نفسه، أنت نفسك بتستشعرها. أول ما يجي لك قضاء شديد وأنت مش راضي عنه تبص تلاقي إيه قلبك يضطرب، ويجي لك ألم في الصدر وتبقى مش حاسس إنك أنت عارف تاخد نفسك. وقد ينقل أحد الناس بسبب خبر مثلا مش مستحمله إلى العناية المركزة، وقد يتوقف قلبه، وقد يحتاج إلى أسطرة وتوسيع وعمل دعامة، كل ده ناتج. فحتى وعشان كده يقول لك ان تصلب الشرايين ناتج عن ارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط ناتج عن ايه؟ عن انشغال الانسان بكيانه بامور الدنيا وانفعاله معه. كل ما يحصل له حاجه يتنرفز ويتضايق ومش طايق نفسه ويتخانق ويسب ويلعن ويشتم، لكن العارف بالله ماشي مطمئن ومبتسم، حتى لو نظر إلى الأشياء التي لا ترضيه في الظاهر ينظر بباطن نظر قلبه إلى الحكمة فيرضى عنه، لأن الله سبحانه وتعالى في كل موقف له حكمة. حتى لو شاف أهل المعصية ينظر إليهم بقلبه بعين الحكمة وبعين رأسه بعين الشريعة، فقلبه راضي حقيقة لأن لا يكون في الكون إلا بمشيئة الله، وعينه تدفع لسانه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيعذر أهل المعصية بالقلب ويأمر وينهى باللسان، ولذا لا يبغض أحد، ده قلب العارف. وإذا كان حال النبي كانش يبغض حد أبدا، حتى الكفار يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لأنه كان ينظر إليهم بعين الحقيقة فيعذرهم على ما أقامهم الله فيه، ثم ينظر إليهم بعد ذلك بعين القالب بعين الشريعة فيأمر وينهى ويدعوهم إلى الإسلام ويحرص عليهم وهو بهم رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. هكذا العارف ينظر إلى الأمور بعينين، عين القلب في الحقيقة فيقر كل ما أقامه الله فيه على ما أقامه الله فيه بالحقيقة، ثم بعد ذلك ينظر بعين الشريعة فيأمر وينهى حتى يتعبد الله بالأمر والنهي. ولكن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يعبد فلا يعصى لخلق خلق يعبدونه ولا يعصونه أبدا، ولو أراد أن يعصى ولا يعبد خالص لخلق خلق كفار على طول، ولكن خلق الخلق يعبدونه ويعصونه، ولو لم نعص الله
لذهب بنا وأتى بقوم يعصونه ويتوبون إليه، فهو أراد أن يزلزل صخور قلبك بالمعصية حتى يقهرك بها فتدخل إليه من باب الخضوع والذل والانكسار، فأراد أن يذلك بالمعصية لتذل، فإذا ذليت بالمعصية دخلت إلى الله بباب التوبة خاضعا ذليلا. ولذا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزة واستقبال. فيبقى ممكن الإنسان اللي انت بتشوفه الوقت في الظاهر في حال المعصية تكون المعصية دي هي اللي هتورث في قلبه الذل والانكسار اللي تدخله بيه على الله، فلو علمت هذا لتقره على المعصية، لأن تصبح المعصية هي عين الطاعة في حق هذا الإنسان، لأن هتصير هي الدافع له بعد ذلك إلى التوبة. وإذا نظرت لإنسان بعين الحقيقة وهو يفعل الطاعة وهو معجب بطاعته لا رددته من الطاعة إلى ترك الطاعة، لأنه يعصي الله بالطاعة، لأنه ينظر إلى نفسه معجبا في حال الطاعة فيصير مستكبرا، والله لا يقبل المتكبرين. فالأول عاصي ليذل والثاني طائع ليتكبر، أيهما أقرب إلى الله؟ العاصي ليذل، فهم؟ ولذا لا تتكبر على العصاة، ولا تنظر ان عصاة امة النبي دول قليلين، ما تفتكرهمش قليلين، ولا تظن نفسك انك انت عشان بتيجي الجامع كل يوم وصليت التراويح طول الشهر انك انت بقيت احسن من اللاعب على القهوة، ده انت لو ظنيت كده بقى تبقى خيبة كبيرة، لان يمكن اللاعب على القهوة ده في قلبه زهد، زهد يخلي صلاة الفريضة اللي بيصليها ويطلع على القهوة ما يعملش اي حاجة تانية ثوابها اكثر من صلاة التراويح اللي بتقعد تصلي معانا لحد الساعة 2 بالليل انت وانت قلبك عاضد على عظمة الدنيا، فهمت؟ فانت لم تطلع على قلب الانسان ده فازاي تزكي نفسك عليه؟ احترم نفسك ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فلذا يجب على الانسان ان هو في طريقه الى الله يجتهد مع الله ويبرأ من حوله وقوته ومن شهوات نفسه الى الله، ويعذر الخلق أجمعين على ما أقامهم الله فيه، ويأمر وينهى بلسان الشريعة، ويعذر ويحب بلسان الحقيقة، ويقر كل إنسان على ما أقامه الله فيه مع دوام النصح للمسلمين والشفقة عليهم ودوام اتهام النفس. فإذا صر على هذا الحال إن شاء الله يصل بإذن الله. ولذا بعدما تكلم برضو احمد سيب لنا الحكمه، فين القلم؟ هات لنا المرقي، السبب المرقي، والسبب المرقي غير مؤثر الا بالله، خد بالك ان المؤثر الحقيقي هو الله، أي الفاعل الحقيقي هو الله، لا فاعل بذاته في الأكوان سوى الله، لا السكين تذبح بذاتها، ولا النار تحرق بذاتها، ولا الماء يغرق بذاته، ولا يروي بذاته، ولا الطعام يشبع بذاته، ولا شيء يفعل بذاته، ولكن الفاعل هو الله. حتى إن علماء الشريعة لما حبوا يعرفوا العلة في القياس فقالوا إيه؟ هي الوصف المعرف للحكم، خلافا للي عرفوها قالوا هو الوصف المؤثر، لان في تعريف قالوا الوصف المؤثر للحكم فاعترضوا على قولهم المؤثر حيث لا مؤثر الا الله، فقالوا هي الوصف المعرف، فالاسباب معرفات وليست مؤثرات، واضح؟ اي ان الله يخلق الذبح عند احتكاك السكينة بالمذبوح، فلا تفعل السكينة في الحقيقة، ولكن الله يخلق الذبح عند حركة السكين مع المذبوح، فإن أراد ألا يذبح منع خلق الذبح مع حركة السكين كما حدث مع سيدنا إسماعيل، وكذلك يخلق الإحراق عند مماسة النار للمحروق إذا أراد الله أن يحرق،
فإن لم يرد أن يحرق لم يخلق الإحراق مع وجود مماسة النار فتصير بردا وسلاما. فهمت؟ فالله هو المؤثر الحقيقي. لا تظن أن عملك مؤثر أو ذكرك مؤثر أي بذاته، ولكن الذي يجعله مؤثرا هو الله. ولذا لا يدخل أحد الجنة بعمله إذا كان عملك غير مؤثر، فيبقى هتدخل بعملك إيه؟ ده هو الله اللي خلق فيه التأثير، يبقى لا تدخل إلا أن يتغمدك الله برحمته أصلا، فأنت لم تفعل شيء أصلا. واضح؟ ودي نظرة المؤمن للأسباب تختلف تماما عن نظرة الكافر للأسباب. الكافر يظن أن السبب فاعل، والمؤمن يعتقد أن السبب معرف للفعل وليس مؤثر في الفعل. فرق كبير بين نظرة المؤمن للسبب ونظرة الكافر للسبب. فالكافر حجب بالأسباب، والمؤمن اخترق الأسباب ورأى الله من وراء الحجاب. واضح؟ أي رأى الله مؤثرا وأخذ بالأسباب تعبدا. فلما كان ذكر الله من أقوى الأسباب التي جعلها الله سببا للترقي من حسن الأحوال إلى حسن مقامات الإنزال، جاء بالحكمة التي تليها مباشرة حتى لا تترك ذكر الله مع وجود الغفلة. لأن كثير من الناس يقول لك أنا بذكر ربنا كثير بس ببقى سرحان، ببقى مشغول، ببقى بفكر في أحوال الدنيا. كل ما صلي كل ما شغل تجيلي في الصلاة، أعمل إيه يا عم الشيخ؟ يوم بعض الناس الجاهلة يترك صلاته يقول لك أنا ما بعرفش أركز فيه، كنت بصلي لكن لقيت نفسي مش حاسس بالصلاة خالص، فتركت الصلاة. تركتها ليه؟ يقول لك أنا ما بقاش عارف أركز. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، أنا ما بعقلش من أحد، فيروح ترك. الشيطان يلبس، قال يعني بقى راجل إيه كده فهيم يعني. فسيدنا ابن عطاء عايز يحذرك من الحكاية دي في الحكمة اللي جاية لي، فيقول لك إيه؟ لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه، لأن غفلتك مع الذكر، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكرك. لا نعم، احنا بنتكلم على اللي بيصلي وهو صاحي لكن غافل بباطنه، انما لو بينام بجسمه تعبان يخش ينام. احنا بنتكلم على غفلة القلب، يبقى لسانه شغال والسبحة شغالة لكن قلبه في حاجة تانية، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وقاعد بيعد في الفلوس، بيفكر في المخزن، بيفكر في الستات، بيفكر في المنصب. فلسانه شغال وقلبه شغال في حتة تانية، ده اللي غافل بذكر بدوام ذكر. لما هيقول لك فانت الوقت وانت ذاكر باللسان وغافل بالقلب حالك احسن من انك تبقى غافل باللسان والقلب في ان واحد. يعني اني احسن؟ ما هو ما لا يدرك كله لا يترك كله. انا مش قادر ابقى ذاكر بالقلب مع اللسان في ان واحد، او ما اترك ذكر اللسان ولا استمر على ذكر اللسان، لان انا حالي بذكر اللسان مع غفلة القلب أرجى من حالي مع غفلة اللسان وغفلة القلب. فهمت ازاي؟ يبقى أنا في حالي وأنا ذاكر باللسان غافل القلب أرجى من حالي وأنا غافل الاثنين. فهمت؟ وعشان كده بيقول لك أنت بقى راح جايب في غيرك. فبيقول إيه؟ لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه. خد ركز ركز من الكلام، سيبك من بيتني. لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه. دي واقع فيها كتير من الناس بقى كتير قوي. يقول لك اصل انا قعدت 20 سنة استغفر ربنا كل يوم 100 مرة واصلي على النبي 100 مرة واقول لا اله الا الله 100 مرة الصبح وبالليل ما لقيتش نفسي حاجة، روح تبطل. هو وجع دماغ. ليه؟ لانه ما قلبه باستمرار مشغول فترك الحكاية. يقول لك دوام القرع بالباب لابد ان يفتح لك الباب، مداوم القرع بالباب بالابواب لابد ان هيجي في يوم من الايام تلاقي الباب اتفتح على غير ميعاد. هي كده هتلاقي الباب اتفتح على غير ميعاد، لانه ربك لو فتح لك الباب مع اول ذكرك له لحلاوه فتح الباب تمنعك من ممارسه اسباب المعايش اللي اقامك فيها اصلا.
ربما تترك كليتك إذا كنت طالب، عملك إذا كنت عامل، مهنتك إذا كنت من أهل المهن، وتفضل بقى من حلاوة الذكر لا تقوم تأكل ولا تشرب ولا تصلي ولا تنام ولا تقوم ولا تفضل قاعد كده هون بلم. الناس يقولوا عليه الراجل الجن، فهمت؟ فربنا حجب لك حلاوة الذكر لتقوم بمتطلبات حياتك فيصلح لك شأنك، فهمت؟ فلا تتمنى كشف شيء ربنا غطاه عنك. ربما حلاوة الذكر لو عرفها لك بقلبك ما تروحش تشوف عيالك وعيالك محتاجينك، فربك ايه مخلي قلبك غافل علشان عيالك يستمتعوا بيك وعشان اهلك يفرحوا بيك. لكن لو كشف لك حلاوة ذكره لا هيبقى ليك اهل ولا يحزنون، هيصبح هو اهلك، كما حدث لابن الفارض. ابن الفارض لما ربنا كشف له حلاوة الذكر والشوق والاشتياق الى الله كان لا يطيق الناس ولا تطيقه الناس، قعد معتزل في الجبل كده، كان حتى يجري وراه عشان يدوله حاجه لقمه ياكلها يفر منهم كان هيدوله سن. استوحش النظر الى الخلق بعدما كشف له حلاوه الخالق. فانت ما تتحملش يا عمي والا هتجري مع الوحوش في البريه. فانت وانت قاعد بتذكر احمد ربك ان ربنا مخلي قلبك غافل الوقت، فرض بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس، وارضى بما اقامك. محمد انت عايز تموت الوقت ونقعد نتفنك؟ اصبر شويه، ربنا يريد ان يرقيك ويزود اعمالك. لو كشف لك حلاوة ذكره بس في بسم الله الرحمن الرحيم مش هتعرف تكمل الفتح حقيقي، وتطلع روحك ومع السلامة. لكن ربنا أراد أن تستكثر من الأعمال يديك ثواب كبير، فسابك سابك إيه؟ تغوص في بحار الغفلة ليرفعك في مقامات المعرفة. سبحان من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فانت ما تستعجلش، خليك جدع. اف سيدنا رسول الله اكمل الخلق لما كشف ليه عن احد الاكوان وهو سيدنا جبريل ما تحملش في الاول الا بايه؟ بتقويه الله له، وقال زملوني زملوني خشيت على نفسي. ده سيدنا رسول الله اقوى الناس جأشه، ما تحملش النظر لبعض الاكوان وهو سيدنا جبريل في الأول، حتى ثبت الله قلبه ليتحمل صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله اللي هو أقوى الخلق من حيث التلقي والمعرفة حصلت له الحكاية دي مع أول كشف، هيحصل لك أنت إيه يا مسكين؟ هتمشي بريالة، تبقى راجل بريالة، عيب، خليك محترم. احمد ربك على الغفلة، احمد ربك الاول كده على الغفلة، لان اول ما ترضى بما اقامك فيه يرقيك. انما طول ما انت مش راضي بما اقامك فيه تبقى طماع، زي اللي في جيبه جنيه وعايز الف جنيه، طماع. انت ربنا اقامك في ذكر بطريقة معينة، ارضى بما اقامك فيها تكن اغنى الناس، فيرقيك. مش راضي خليك بقى في حضيض الغفلة، فهمت؟ فاول حاجة ترضى بما اقامك فيه، وفي نفس الوقت تلوم نفسك فلا ترضى عن نفسك. تبقى ترضى عن الله ولا ترضى عن نفسك، لان من علامات الجهل الرضا عن النفس. في فرق بين ان ترضى بما قسمه الله لك وان ترضى عن نفسك. ولكن ترضى بما اقامك الله فيه رضا عن الله مع اتهام النفس بالتقصير. الاثنين في وقت واحد. مش ترضى عن الله تقوم تفتكر ترضى عن نفسك، يبقى انت اتخذت نفسك الها. لا، خد بالك الكلام عايز دقه. لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه، لان غفلتك عن وجود ذكره اشد من غفلتك في وجود ذكره. كلام منطقي واضح اكتر من كده وربنا بيزيح.
لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. فعسى، عسى دي تردي، تردي مش تمني، والتردي غير التمني. التمني انك انت تريد حدوث شيء مع عدم الاخذ باسبابه، فعشان كده الرسول قال ليس الايمان بالتمني، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدق والعمل. تبقى حالك في الاسباب، بتاخد باسباب الشيء وتقول انا عايز كذا، تبقى ده تردي. فالتردي هو الاخذ بالاسباب مع اراده حدوث شيء في المستقبل، ده اسمه راجي. اما الذي لا ياخذ بالاسباب، قاعد في الخماره ويقول لو ربنا عايزني اتوب هيخليني اتوب، ويفتح في ازازه ايه الخمر، يبقى ده متمني وليس راجي. لكن الثاني قاعد في المسجد ويقول يا رب توب علي، يبقى ده راجي والثاني متمني. والرسول قال صلى الله عليه وسلم ليس الايمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وعشان فعسى دي من ادوات الرجاء، يعني وانت في حال الذكر مع وجود الغفله انت بتاخد بالاسباب اللي في ايدك، انت لا تملك الا كده الوقت، وبتتمنى من الله راجيا ان ربنا يرقيك بقى. فعسى ان يرفعك مع ذكره مع وجود غفلته الى ذكر مع وجود يقظه. بص تلاقي قلبك يقظ مع الذكر بقى، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور مع الله. يبقى الأول لما تسيب الغفلة تبقى يقظ في الذكر، بقيت يقظ ربنا يرقيك تبقى مع حضور مع الله، ثم بعد الحضور يرقيك تكون في حال غيبة عما سوى المذكور. يقوموا ايه نادوا عليك وانت بتذكر ما تسمعش، التليفون يرن يقولوا لك احنا طلبناك، والتليفون رن لحد ما السكه قطعت، انت ما كنتش موجود، تقول لا ده انا كنت موجود وصح، بس انت كنت ساعتها ذاكر لله فغبت عما سوى المذكور. وده كان حال كثير من الصحابه، غاب حتى عن حسه فقطعوا رجله وهو في الذكر. فالصحابة مرت بالحاجات دي، لحسن تفتكر ان انا بقول لك بدع، لحسن تقول ان احنا قاعدين بنقول تخاريف في مسجد قايتباي. الصحابة حصلت لها الحكاية دي، مش كان واحد عنده غرغرينة في رجله من الصحابة، فقال لهم انتظروا حتى اصلي، فان صليت وسجدت ايه اعملوا اللي تعملوه. الراجل ابتدى يسجد، الصحابي من ده اندمج بقى قرأ الفاتحة فذاب مع الله، وبعدين ركع ذاب أكثر مع الله، وبعدين سجد فنى عما سوى الله وجسده سوى الله، ففنى حتى عن حسه فقطع رجله والمنشار شغال وهو زي ما هو ساجد بيقول سبحان ربي الأعلى. حصلت للصحابة ولا ما حصلتش؟ ولا ده كلام درويش فوق؟ فعسى أن يرفعك مع ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، يعني تبقى مركز مع الله كده لكن دريان باللي حواليه، دي حال اليقظ، يبقى قاعد بيذكر الله كده لكن دريان باللي حواليه، بعد كده يترقى حاجة تانية. ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، يبقى ربنا بقى حل في قلبه، حل مش حلول مكاني. اعقل بقى وانت فهمت، حل لا حلول مكان، لان احنا قلنا اي ظرف اذا وصف به الله فرغناه من معناه الزماني والمكاني، لانه خلق الظرف والمظروف فهو الان على ما عليه تاه. اف ومن ذكر مع وجود حضور الى ذكر مع وجود غيبه عما سوى المذكور، اللي هو مقام الفناء. وما ذلك على الله بعزيز. اسمع، انت عايز كده تترقى مره واحده تتنقل نقله واحده هتبقى مكذوب، وهقابلك على ايه؟ على باب سيدنا الحسين. قاعده الناس تشدك من جلبيتك ويشدوك من دقنك وانت مش دريان عن حاجه، انجذبت لان كشف لك قبل الاوان قبل ما تتحمل،
لكن ربنا لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل قدر ما يشاء، إنه بعباده لخبير بصير. افهم. ثم نقف إن شاء الله على علامة موت القلوب غدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.